النهاردة كده في بداية حلقتنا ممكن نتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم جدا وكلنا شايفين ومتابعين حالة عدم الاستقرار اللي ممكن يكون بيعاني منها بعض الهيئات الرياضية سواء اتحادات أو أندية، واللي بيكون سببها في البداية خلافات بسيطة جدا ممكن تتحول مع الوقت لصراعات وأزمات بتأثر أكيد على انتظام العمل بشكل عام داخل سواء نادي أو اتحاد. وبالتأكيد ده بيكون له تأثير فني كبير وواضح على الفرق الرياضية أو المنتخبات. على مدار متابعتنا لأحداث كتيرة جدا رياضية سواء إيجابية أو سلبية من النتائج، لما بنرجع كده ونبص نشوف النتيجة دي كانت كويسة ولا لأ، لازم تبص الأول على أساس يعني المكانة وأساس المؤسسة ديت الرياضية. فهنبص على الشكل الإداري فيها، الشكل الإداري ده فيما يخص مجلس الإدارة. بنلاقي لو مجلس إدارة متفاهم منسجم اهتمامه الأكبر والأساسي بالنتيج والصالح العام عن ممكن يكون في مشاكل داخلية ما بين الأعضاء وبعضهم، وطبيعي على فكرة أن مش كل أعضاء مجلس الإدارة هيكونوا على وتيرة واحدة، أكيد هيكون في اختلافات في وجهات النظر في بعض من المواقف وبعض من الأزمات، ولكن لو دايما بصينا على الصالح العام وهو الهدف الأسمى مصلحة الرياضة دي أو مصلحة المؤسسة دي، بنلاقي بالتالي ومنطقي جدا تكون نتائج المنتخب أو الفريق دوت ناجحة ومستقرة. فلازم كده يكون موضوع بسيط وحسبته سهله جدا ان احنا لما نبص على مؤسسه اتحادها او مجلس ادارتها مستقرين يبقى بالتالي النتائج مستقره. وكان ابرز الامثله اللي بنشير اليها دايما اتحاد، يا رب دايما يعني اتحاد كره اليد المصريه، وازاي هو الدنيا مستقره وعلى مدار مواسم مختلفه وعلى مدار اتحادات مختلفه بتبقى دائما وابدا النتائج محافظه على التوازن بتاعها او مكانتها الطبيعيه، حتى لو اكيد في طلوع ونزول ومش دايما موجودين في نفس الترتيب بالظبط، بس لازم هتلاقي اليد المصري موجود على الخريطه العالميه محافظ على مكانه معينه حتى لو حصل بعض الاهتزاز، ولكن لسه بيفضل في مكان مميز وسط كبار وعمالقة الرياضة ديت في العالم كله. نرجع بقى لنقطة الاستقرار الإداري، هو أساس أي نجاح بيتم تحقيقه في الوسط الرياضي وغير الرياضي، هو سبب مباشر أكيد في تحقيق الإنجازات الإدارية والفنية. ولو بصينا هنلاقي حوالينا أمثلة كبيرة جداً على الموضوع ده، وده مش بس جوه مصر، لا ده كمان في مكان في اماكن كتيره وفي رياضات مختلفه في العالم كله، موضوع طبيعي ومنطقي. الخلافات بقى اللي احنا شايفينها ومتابعينها في عدد من الاتحادات الرياضيه عمرها ما هتكون بتحقق نجاح، ومستحيل معاها نشوف انجازات في نفس التوقيت في اي بطوله سواء دوليه او قاريه، وحتى لو حصل فهيكون عمر الانجاز ده قصير جدا ومش هيستمر. نبص مثلا على اتحاد رفع الاثقال، دليل وعبره كبيره جدا، طول الوقت اتحاد رفع الاثقال كان فيه خلافات بين اعضاء مجلس الاداره ومشاكل وخناقات، ووصلت لتقديم شكاوى في اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه، وتطورات الازمه دي كانت واضحه وحصلت بشكل تدريجي لحد ما وصلت لموقف صعب جدا السيطره عليه. كانت النتيجه الطبيعيه هي اللي احنا شفناه، مش نتيجة طبيعية ان احنا نشوف يعني صدور قرار، ده كانت حاجة سيئة من الاتحاد الدولي بإيقاف اللعبة في مصر لمدة سنتين وغرامة مالية كبيرة جدا، ده طبعا بسبب تكرار حالات تعاطي المنشطات، مصيبة وحصلت سواء كان في تعمد من البعض يعني الأعضاء كما أشار رئيس الاتحاد أو كان السبب هو الإهمال، فالنتيجة واحدة بالنسبة لنا كمتابعين، ضياع مستقبل اللعبة، ضياع مستقبل اللاعبين سواء كبار اللي كانت ممكن أولمبيكس طوكيو تبقى آخر فرصة ليهم في دورات أولمبية، أو حتى اللعيبة الصغيرة في السن لو دي كانت تصنف أول دورة أولمبية ليهم فراحت، ومش بالسهل إن تلاقي لعيبة بتشارك في دورات أولمبية بتيجي كل 4 سنين مرة، مش نتيجة منطقية. ولكن لما يكون الإدارة بدل ما تركيزها منصب فقط على مصلحة اللعبة ومصلحة اللاعبين وخطة بيحطوها علشان يكونوا هم بيحظوا بفترة إعداد جيدة، يعني قصص تانية خالص، التشتيت حتى بتاع الإدارة بيروح لوحده أوتوماتيك كده على تشتيت على كمان اللعيبة، فبالتالي بيحصل إيه؟ اهتزاز في المستوى، مشاكل بقى بتحصل إدارية وفنيا، بتلاقي الفريق أو المنتخب دوت مستواه بيقع من غير يعني أي مقدمات أو من غير توضيح منطقي جدا 1+1 يعني. من يومين بقى كان معانا في مداخلة البطل الأولمبي محمد إيهاب، مداخلة صعبة جدا نشوف بطل بهذا الحجم بيطلق صرخات استغاثة من خلال البرنامج عندنا بيخاطب بيها المسؤولين
وكان مضمونها ان مفيش اي معسكرات للمنتخب الوطني، رغم ان عقوبه الايقاف هتكون بتنتهي خلال شهور، وان اللعيبه من بدايه العقوبه وهم بدون تدريبات او معسكرات، ودي اكيد كارثه. وقال ان مجرد عوده البطولات وانتهاء فتره ايقاف الاتحاد المصري، محدش من اللعيبه دي هيكون جاهز للمشاركه في البطولات اصلا. مش بس الاتحاد رفع الاثقال، عندنا مثل كمان وهو اتحاد الكره الطايره، واللي بيحصل في اتحاد الكره الطايره من سنوات شبيه بعض الشيء في اللي بيحصل مع اتحاد رفع الاثقال، واللي حصل خناقات وصراعات وقضايا ومحاكم وقرارات بالحل وبطلان الانتخابات. وكمان النتيجه ان منتخب الرجال من سنه 2015 ما قدرش ان هو يحقق اي بطوله قاريه، مش ده المكان اللي احنا متعودين نشوف فيها طايره الرجال المصريه. بقينا نخسر من تونس في استاد مصر، في قلب، في استاد القاهره عفوا، يعني في قلب القاهره، استاد اكيد كان بمثابه مكان لازم نفوز فيه على المنافسين. ما بقاش حتى عامل الارض بيأثر فينا ولا ليه دور ايجابي من كتر ما الحاجات السلبيه هي اللي واخده الحجم الاكبر، صراعات وازمات ومشاكل وخناقات في عدد من الاتحادات، والخاسر الوحيد هي المنتخبات والرياضه المصريه بشكل عام. نتمنى الازمات دي كلها تنتهي سريعا ونشوف حاله من الاستقرار في كل الاتحادات اللي اتشهرت بالازمات خلال الفتره اللي فاتت. نتفرج كده كلنا للتفكير الفني وحصد البطولات والالقاب، ودايما نفتكر زي ما المتابعين فاكرين ان مجالس الاداره والكراسي مجرد عمل تطوعي، فالخناقات دي بالنسبه لنا كمتابعين مش مفهومه ومش ملهاش تفسير. فانت بتتطوع علشان تدي حاجه للرياضه بتحبها وتضيف حاجه لتاريخ مصر ومخزونه الرياضي من الانجازات والبطولات، ليه يكون في كل الدوشه دي في كل اتحاد؟ وليه لازم الموضوع يكبر؟ ليه ما فيش اكيد كل اتحاد واكيد كل اتحاد في العالم وكل مجلس اداره نادي كبير في العالم بيحصل مشاكل ما بين اعضاء، ولكن ايه اللي يوصل ان الخناقات توصل لمحاكم واحنا المفروض كان هدفنا واحد في البدايه؟ يعني مشكله متكرره بنشوفها على مدار سنوات، ساعات كمان بتبقى بتشتهر بيها اتحادات للاسف في مصر، فبنامل ان يكون في حد من القصه ديت، عشان في الاخر دايما بنبص على الصالح العام من اجل الرياضه المصريه بياتي من استقرار الاداري داخل مجالس الاداره.